رأي مرحلة انتظار. انتظار بتطول ما بعرف ايه. يعني هذا موضوع لننتهي وين؟ لا يتحمل لننتهي بتطبيع اقتصادي مثل ما عم نقال، أو بالأحرى تطبيع مصالحي مع تبادل مصالح تحديدا بموضوع البحر مع الإسرائيلي. بعيدا عن هذه الأصوات سواء التصعيدية أو الثورية، مع احترامي للجميع، نحن بدنا نفكر بمصلحة لبنان. مصلحة لبنان اليوم أن لبنان يستخرج الغاز والنفط، هذه مصلحته. مصلحة لبنان يستعمل هالثروة اللي خدها، ما حدا عم بيقول لا. ايه انا قصدي انه هذه الأولوية بالموضوع. هلا انت بصراع مع عدو على موضوع هيك، اذا وصلنا لاتفاق ما يحفظ للبنان حقوقه. هلا اسرائيلي بده ياخذ ثروه ما، طبعا عم ياخذها مش بس مني انا، عم ياخذها من فلسطين. يعني بالاخير نحن وجهه نظرنا المبدئيه انه كل وجود الكيان هو غير مصطنع، هو لازم نحاربه. اذا في حرر فلسطين اليوم قبل بكره لازم اعملها لرجع. بس نحن لا يبدو بهالمره، بهاللحظه ما في اجي انا افرض خياراتي لا الثوريه ولا القوميه ولا التحريريه على هذا الموضوع، لانه في وضعيه الان قائمه أنا ما في وجه. يعني هلا لو احنا بأي وضعية؟ هل عم بسألوا وضعية في وضعية بحث عن مصالحنا؟ يعني تغير الشعار من زحفا زحفا نحو القدس ومن إسرائيل إلى زوال إلى اليوم نحن شعار بانتظار يكون المشهد ووراء الدولة اللبنانية. يعني ليك قديش تغيرت حزب الله عم يحتفل بمرور 40 عام على تأسيسه، ويمكن بكرة مسؤول عليه بده يطلق هالشيء. طبعا حزب الله يعني هذا موضوع ثاني، أنت أخذتين على دغري. حزب الله اليوم مش حزب الله 85 او 82. اي حزب الله حزب الله الان حزب لبناني حقيقي، يعني مش انه كمان مثل بيقولوا حزب ايراني. لا، انا وجهه نظري وانا مقتنع فيها. صحيح حزب الله على علاقه مع ايران استراتيجيه وفقهيه وعقائديه، لكن حزب الله اليوم هو حزب لبناني يشتغل لمصلحة لبنان. طبعا لا يتخلى عن قضايا لا يشبه حزب الله بال 2011 او بالاحرى 2013 تنقول لحظه دخول حزب الله الى سوريا. انا عاصرت لا قبل يعني انا عاصرت لحظه 82 لحظه بلحظه، يعني مش انه واحد، يعني كان جزء من هذه المسيره. حزب الله ب 82 كان مجموعات شبابيه جهاديه ما عندها شيء بالسياسه، ما لها علاقه بالشان السياسي، بس شغلتها اخذوا قرار. نحن عملنا اليوم مقاومة الجهاد. حتى وقت ما راحوا عند الإمام الخميني وعرضوا وكانوا شباب، يعني ما كانوا أخذوا شوية سلاح من المقاومة الفلسطينية، ما ترك من أسلحة من المقاومة الفلسطينية، شوية إمكانيات من مرجعيات دينية مثل السيد فضل الله أو الشيخ شمس الدين أو غيره اللي اعتبروا موضوع المقاومة، وكمان كان الشيخ سعيد شعبان، الشيخ راغب حرب، وهذا اللي كتب عنه الدكتور تراضي حمادي مؤتمر القدس، مؤتمر المستضعفين بلحظة حصول اجتياح. ما كان في بوقتها لا تفكير بسياسة لا بوضع لبناني، كان مقاومة بكل يعني كلمة. هلا على مدار 40 سنه طب هو تغير اكيد تغير، ما فيك تقول حتى موضوع القدس. طب انا كانوا شباب منطلقين بموضوع القدس وفلسطين، حتى جمهوريه اسلاميه يعني حزب الله لم يخفي يوما من الايام انه كان هو يطمح الى قيام دوله اسلاميه او جمهوريه اسلاميه، وحط هذا الشيء بوثيقه تاسيسيه له اللي اطلقها بال 85. لكن حزب الله على مدار 40 سنه اعتبر انه لا بيقدر يعمل جمهوريه اسلاميه بلبنان او دوله اسلاميه، واعترف بهالشيء بال 2009. موضوع تحرير القدس، هو مع تحرير القدس بس ما بيقدر يحمل لبنان، هو يتحمل لوحده تحرير القدس، فهو ملتزم والتزم بهالشيء ضمن من سنه. هذا مش من اليوم، من سنه كان غير الكلام، من سنه كان الكلام غير إنه؟ من سنه كانت اليمن، ومن سنه كنا بعدنا بسوريا، ومن سنه كانت انا بدي اعطيكي يعني انا مره ذكرتها واحكيها للتاريخ. يعني حتى حزب الله بوثيقته الاساسيه الداخليه ما عم بيحكي الشيء المعلن، كان هو لانه كان اولويته المقاومه بتلك الفتره، وعمل نقاش، عمل نوع من مراجعة كل تجربة الحركات المقاومة اليسارية والقومية، اعتبر أنه أحد أخطاء تلك الحركات أنه صارت تدخل على دول أخرى وتصير بدها تشتغل بالانقلابات أو بالدور الداخلي. لذلك أخذ قرار بتلك الفترة عم نحكي بـ 82 أنه إحنا لا نتدخل بأي شؤون داخلية لأي بلد. طيب. حتى بالموضوع التبليغي والدعوي، أنا بتذكر هذا النقاش أنا شاركت فيه بلحظات، كان في موجات من الناس لأنه نحن لازم نعمل نوع من تبليغ بالمجتمع ونمارس بالقوة. يعني إذا وحدة مش لابسة حجاب لازم أول ما بدأ أكيد أول ما بدأ صار ممارسات، رجع حزب الله التزم أنه نحن من ندعي
للدعوة الإسلامية وللتبليغ، بس ما بنمارس القوة دون حدا، إنه بالأخير إذا حدا بده يشرب خمر ما في أنا أجبره بعدم شرب الخمر، إذا وحدة بدها تتحجب هي حقها، إذا ما بدها تتحجب حقها، إنه هذا الموضوع ضد أي ممارسة تسيء للمقاومة. هلا بعدين تطور استراتيجي الهام اللي صار وقت الحرب السورية، وبعدين تطورت اليمن والعراق، عم تحكي شيء تغير. كمان الناس كان في أمثلة مش هالقد، يعني الكل يذكر بعد التحرير كيف حفلة جوليا أول مرة لم تقام لأنه اعتبروا الموسيقى وغير الموسيقى، هيدا بعد التحرير عم نحكي، لبعدين رجعت جوليا إلى صور تغيرت، إيه بس عم نحكي بقديش صار مشاكل. نحن موضوع العلم اللبناني بهيك بوقت صيف كان عم ينحكى باللباس اللي على البحر كان جنوبا، كان العلم اللبناني يعني لا كمان في بعض مش إنه هالقد الممارسات كانت غير. أنا يعني تقدير أنا حزب الله اليوم لم يعد هو حزب الله 82 أو 85، حزب الله هو الآن حزب لبناني بكل تجلياته يلتزم بالوضع اللبناني، بيشبه الوضع اللبناني، بيشبه بالتسويات يعني، هي طبيعي طبيعي وغيره. يعني هلا المصالح، لا هلا بالمصالح طبعا كمان عندهم تبرير منه، هو حزب ثوري بده يغير النظام اللبناني، يعني خلص بطل اسرائيل الى زوال. لا هلا اسرائيل الى زوال هذا مش حزب الله، هذا نحن كل مواطن لبناني وعربي وفلسطيني لازم يقول اسرائيل الى زوال، في يقول بس ما يكون اللي معه سلاح لازم يعمل على ان تكون اسرائيل الى زوال. يعني كمان نحن لازم نكون واقعيين، يعني يمكن الشيخ شمس الدين بهالموضوع تناقش مع حزب الله وقال لهم وقتها بالنقاشات الداخليه انه انتم عم بتقولوا بدنا نحرر القدس، قال لهم تحرير القدس لا يمكن ان يكون مهمه لبنانيه أو مهمة حزب، هذه مهمة عربية وإسلامية، لأن هذا مشروع مهمة أمي وقتها كل المنطقة. أنا تقديري طب حزب الله آخر شيء مثل أي شخص، يعني حزب الله هو كيان يتطور مثل البشر، صار عمره 40 سنة، ما فيك تقولي لحزب الله أنت اليوم عمرك 40 سنة بعدك مثل ما أنشئت بأول يوم. ما جدوى السلاح إذا هيك؟ جدوى السلاح يعني أول شيء له دور. له دور أول شيء السلاح لمساندة الموقف اللبناني بمواجهة الاعتداء الإسرائيلي، الدفاع عن لبنان إذا تعرض، وبنفس الوقت قوة مقاومة. هلا هيدي نحن البعض يعتبروا انه اليوم هو يضعف الموقف اللبناني، يضعف البلد اذا كان مثل ما عم ينحكى حصار على لبنان هو بسبب السلاح، الحصار الاقتصادي. يعني بدنا نعرف نحن بحصار اقتصادي ولا لا، نحن بلد موضوعيين منهوب ومصالح. نحن خلينا نناقش بموضوعية. الحصار هلا في دور، وانا طبعا كمان كنت من اللي ناقشوا بعدين، يمكن بعد ما تطور دور حزب الله غير فلسطين وغير التحرير بسوريا ودعم لليمن وللعراق، تطور حزب الله صار قوة إقليمية بالمنطقة. هذا الموضوع عمل إشكالية، بس هذا كان مرتبط بمتغير بالمنطقة، أنه في حروب بالمنطقة وحروب بين محورين، هو جزء من محور صار هالشيء، لكن حزب الله مش هيدي سياسته الدائمة. يعني حزب الله هذا عمل أنا برأيي كان استثنائيا مرتبط بلحظة ما. طب هلأ بعطيك نموذج بسيط، اليمن اليوم اليمن في هدنة باليمن وفي حكي سياسي على الأقل بخطابات حزب الله بهالفترة من شهرين غاب الموضوع اليمني بالمعنى أنه ما في قضية، يعني بمعنى الآن لأنه هلأ في مفاوضات وفي هدنة وفي طيران يمني عم يطلع من صنعاء للقاهرة وللأردن، دليل أنه اهتمام حزب الله باليمن ناتج عن ظرف كان طارئ. طب إذا انتهى هالظرف الطارئ بيصير طبيعي بيتعاطى مع اليمن مثل ما بيتعاطى مع أي قضية إنسانية. بس مع لبنان كيف بده يتعاطى؟ أنا برأيي هذه وجهة نظري متواضعة جدا، ما في تعاطي مع لبنان إلا ضمن استراتيجية دفاعية. واللي عم بيصير اليوم بترسيم الحدود، إذا بنرجع للموضوع اللي أنت بلشت فيه، أفضل صيغة اليوم للاستراتيجية الدفاعية هي الآن طريقة مقاربة الملف الترسيم. إنه نحن وراء الدولة. نحن وراء الدولة. هاي القوة طيب موجودة لخدمة الدولة، لخدمة لبنان، مش لخدمة إيران ولا شو لخدمة. موقف حزب الله مثلا اليوم؟ الأستاذ الصحافي جعلي أنا بناقش كوجهة نظر. لا بعرف حزب أنت الله بدي أكيد لا تمثل السيد نواف أكيد أكيد الشمال. لا أنا بعرف أنه ما رح حملك هيدا الوزر يعني لما ترجع تحمله مرة ثانية يعني. أنا طبعا واكبت هالمسيرة وكنت جزء منها وتابعتها وبعرف كيف تطورت واشتغلت على هالموضوع، بس حاليا أنا بتابع بهتم. وأنا حقيقة اليوم يعني عندما يتم الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس حزب الله مثل واحد عم يحتفل بجزء من حياته، أكيد لأنه هي مسيرة. بس أنا ما في أحكي باسم حزب الله أو أنا بسمع أفضل لطلعت. أنا طلعت بسبب قناعات شخصية، أنه أنا ممكن طبيعة في ناس بتحب العمل الحزب التنظيمي، في ناس بتحب العمل من خارج التنظيم. يعني أنا مقتنع الآن أنه لا، العمل لخدمة الشأن العام من خارج التنظيم قد يكون
منسجم اكثر مع طبيعي. انا كنت اعلامي اساسا يعني صحافي، يمكن العمل الصحافي اغراني اكثر، ولا كنت ممكن يكون مسؤول بحزب الله اعلامي او سياسي، وكنت جزء من هالمسيره، انا ما بنكرها وهذا تاريخي، وانا جزء من هذه المقاومه حتى الان. انا موضوع المقاومه ما بتركه، مش سواء كنت بحزب الله ولا مش. المقاومه هو قناعه وعقيده، وليس موضوع يعني المقاومه انا ما بتخلى عنه، لأن المقاومة بالنسبة لنا هي قناعة، سواء كنا يساريين، فلسطينيين، لبنانيين، عرب، قوميين. وجود المقاومة. هذا مش مسألة التباس، يعني في فرق بين ما واحد يكون عنصر بتنظيم أو مسؤول بتنظيم، فرق. موضوع المقاومة هلأ إسرائيل إذا بس بيشبهك حزب الله هلأ أكثر ما بيشبهك من 40 سنة؟ بيشبه قناعاتك اليوم أكثر؟ هلأ حزب الله بالأخير يعني أي حزب الله تفضل؟ حزب الله نيو فيرجن يعني هلأ ولا الأبد؟ أنا حقيقة أنا لا يعني علينا أن لا ننكر، مش أنا شخصيا، نحن كلبنانيين كعرب، هذه مسيرة كانت إنجاز بتاريخنا القومي العروبي الفلسطيني، وأنا كنت سعيد جدا أنه أنا انتميت لهذه الحالة وعاصرت هذه الحالة. يعني نحن عشنا قبل 82، أنا أول ما تدربت إذا بدك على السلاح مع حركة فتح ومع الشيوعيين، أنا بالأول 75-76 كنت أقرب للحزب الشيوعي، حتى كنت حبيت روح على حزب التقدم والاشتراك لاني كنت معجب بكمال جنبلاط، ما صار في فرصه للانتماء رغم انه رحت قدمت طلب انتساب للحزب التقدم والاشتراك لاني كنت كثير معجب بكمال جنبلاط. اقربائي كانوا حزب شيوعي، ورحت شاركت بنشاطات لنادي الرواد براس النبع، وتدربت على السلاح الخفيف بمركز للحزب الشيوعي على برج ابو حيدر، أول مرة بمسك سلاح يعني، وكنت يمكن طموحي أن أكون جزء من الحالة اليسارية اللي كان مشروع تغيير النظام اللبناني نحو الأفضل، لكن ما صار لي. لكن أول مرة تدربت على سلاح بشكل حقيقي هو مع حركة فتح ب78، عندما حصل الاجتياح الإسرائيلي للبنان اعتبرت نفسي أنه أنا معني بتحرير جنوب لبنان، بدي روح اتدرب. رحت على المرابطون، كان بعض المرابطون ما وقتها ما صار فرصة. عندي قريب لي بوجه له تحية، كان هو بحركة فتح لبناني، قال لي بتروح تدربنا بالدمور، كانوا الدمور بعدها يعني من بعد الحرب كان عندهم هن هذيك. أنا بالنسبة لي موضوع إسرائيل ما له علاقة بحزب الله بس يعني، لكن شو اللي صار؟ يعني شو اللي صار؟ عشنا نيني. نحن عشنا هلا في ايام عشناها كنا صغار ب 73 وقت ما الاسرائيليين كانوا يخصفوا 68 مطار ويفوت الاسرائيلي، ايام السيد موسى وقت ما انشا المقاومه الى جانب الجيش اللبناني ليواجه اعتداءات، كان للاسف القدره على المقاومه كانت ضعيفه. وصلت ل 78 اول اجتياح اسرائيلي، ما قدروا الحركه الوطنيه والمقاومه الفلسطينيه تواجه الاجتياح، امتد الاعتداء من 78 ل 82، عشنا مرحله كثير صعبه بسبب اخطاء واشكالات. اجى 82 صار الاجتياح بتلك الفتره، انا عشناها الايام لحظه بلحظه. للاسف حتى بعض المقاومين او المناضلين اعتبروا انه فتنا بالعصر الاسرائيلي والعصر الامريكي بوقتها ب 82، انه خلص ما عاد فينا اسرائيل حلت عاصمه، لاول مره اسرائيل تفوت على عاصمه عربيه من بعد احتلال فلسطين واحتلال سيناء، بس عاصمه عربيه. وشفنا الاسرائيلي ببيروت، شفناه بعيوننا. بهاللحظه ما كان في واحد الا بده يقاوم، سواء كان شيوعي يساري وصار جبهه مقاومه ثانيه. عشنا بهاللحظه بلشنا نعيش لحظه الانتصار على الاسرائيلي. حزب الله بس هلا اليوم كان حزب الله بهذا الموضوع بالذات، بموضوع المقاومه ما حدا يستطيع يعني مما كان قد ما كان عندك ملاحظات الا ان لا اكيد ما حدا بيناقش بفعل المقاومه وانتصار المقاومه للتاريخ انه هاي المقاومه نجحت على جانب الاعداء، عملت تغيير جذري. طيب بس اليوم يبدو انك كمان بتشبه حزب الله استاذ قاسم، يعني حضرتك مثل ما عم تقول هلا لما عم تعطيني هذه هيك تطور من مقاومه حزب الله لفات صار حزب سياسي. هذا الحزب مثل اي احزاب، ولبنان عنده قدره كوطن كبلد انه بيستوعب كل الاحزاب من اليسار للوحده العربيه شيء بيخليها تتصرف كتصرف حزب الله. اليوم انا بتمنى يكون يمكن صورته تكون افضل، انا عندي ملاحظات، انا ما بالادارته الداخليه شؤونه الداخليه برؤيته لمستقبل لبنان، بس انا اتفهم الان. وكنا بلقاء، نحن كان في مجموعه وفد من ملتقى اسمه ملتقى عطاء بلا حدود برئاسه الدكتور طلال حمود من شيء 10 ايام يعني مش من مسافه بعيده بعد الانتخابات مع نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم، وكنت انا حاضر. عمل مقاربه
على الاقل واقعيه، انه يا اذا بدكم ايانا احنا نغير، احنا ما فينا نغير لوحدنا، عم نتحالف مع فاسدين، اعترف ما بقول انا بس تحالفنا مع فاسدين لانه كنا مستهدفين، واذا ما تحالفنا مع هول الاخرين يمكن يتحالفوا معهم وبيديروا البلد وبخلونا برات البلد ونحن كنا بحزن. حزب الله اليوم امام تحدي كبير، انا اطمح واتمنى طبعا هذه المسيره انه ترجع يتم حتى بالاداء اللي بدك بالعلاقه مع الاخر، انه يكون في قبول للاخر حتى مع التغيير يصير في مع القوات اللبنانيه الاخر قصدك؟ حتى مع القوات اللبنانيه، انا مع طبعا انا ضد اللي عملوه القوات اللبنانيه بالطيونه، ضد الخطاب اللي عم يعملوه القوات، بس اخر شيء القوات اللبنانيه مثل ما البقيه يعني عملوا جرائم وغيرهم يعني، طب اخر شيء حزب الله، طب ما بقي على ثلاث اربع سنين على خلاف مع حركه امل واخذ حلف معه على خلاف مع ميشيل، خليني ادخل الى الشؤون الاكثر هيك داخليه بس اختم بموضوع، انت طرحتي موضوع كثير كبير لا يعني بموضوع التغيير اللي عم بيصير فعلا حتى الناس ما عم يعني الناس بتصير تقول انه حزب الله ليش هيك؟ ليش في هذا الصمت؟ لانه انا برايي حزب الله بحاجه حزب كانوا الناس متوقعين مثل ما عم بتقول انه موقف حاد فعلي من حزب الله، لقوا حزب الله بشكل اخر عم يتعرفوا عليه. أنا عندي وجهة نظر وهذا كنا نحكيها مع الإخوان بحزب الله بلقاءات خاصة، أو حزب الله بحاجة أنا برأيي الآن إعادة تفعيل قنوات الحوار مع الآخرين، تراجعت هيدي يعني صار بمرقت فترة هذا التشيش والشي اسمه تراجعت مع سواء مثقفين مع الفنانين مع الاخرين يسمع وجهه نظري بحزب الله عدم السماح لكل يعني المسؤولين يطلعوا على الاعلام هذا كثير بعد ما بدي يعني يعني باختصار اطلال الموضوع فقط باطلاليه السيد نصر الله اللي هي ما بتكون بكل الشؤون او السيد هاجي طلعوا بالانتخابات وايه امكانيه الحوار بتصير مكسوره اكيد في شيء لازم يتعاد نظر طالما ان حزب الله اليوم يحتفل بمرور 40 سنه وبكره يمكن في المؤتمر انا تقديري حزب الله بحاجه مش مني انا شخصيا هذه مسيره عمرها 40 سنه وانا عاصرت كان عمري صغير ذكرى التاسيس ال 50 للحزب الشيوعي كان عمري 14 سنه عملوا الحزب الشيوعي احتفالات بمرور 50 سنه على تاسيس وانا كنت ساكن بوطن مصايد بيه وعملوا احتفال ضخم مش بس عملوا احتفال عملوا مؤتمر ضخم حكي فيه كمال جملات وقتها موضوع رجع طبع كيف تجدد الماركسية نفسها قبل ما تنهار الماركسية هو طرح حقيقة كمال جملات مفكر كثير مهم بهالإطار فعملوا احتفال ضخم حزب الله الآن ما بعرف بكرة شو بدهم يعملوا بس يمكن يكون بحاجة اليوم حزب الله لأنه حزب الله كان يعمل مؤتمرات إلى تجديد نفسه تجديد به وأخذ من إعادة قراءة علاقته بالآخرين بالحوار مع المثقفين رح أدخل إلى هذا العنوان أكثر مع القوى اللبنانية ليش حزب الله ما بده يروح يلتقوا بناس من طرابلس أو يشوفهم يسمع وجهة نظرهم من جوني افتراضا ما يخلي حدا يعني يعمل يخدش بعلاقة حزب الله بالآخرين بتصريحات أو يسيء أحيانا لأنه هو دائما يشكو من انه في يعني في مثل ما بيقولوا حرب شيطانيه لشيطنة الحزب هذا بدها مثل ما بدها